السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير أيتها الأمهات. معهد نهاية الأسبوع، وبعد العناء الطويل والمشقة على الأسبوع، وكان أسبوع شوية مميز وشوية صعب في هذا سورتو هاد لا بروميير سيمين. إن شاء الله يكون عندنا هذا اليوم راحة للأطفال، لينا والأطفال، ما نكتروش عليهم بالتمارينات، ما نكتروش عليهم باش ما يملوش وما يحسوش روحهم راهم مقيدين وعندهم في نهاية السنة اختبارات، وعندهم في نهاية السنة شهادة. خلوهم على راحتهم، وقت الجد جد، وقت لعب وقت لعب لعب، ووقت ترفيه عن النفس نرفعه على نفوسنا. نشكركم قبل كل شيء على المشتركات اللي شاركوا معايا في القناة على اليوتيوب، واللي دخلوا عندي في الصفحة تاعي تاع جابران le français avec maman ou qanati al youtube je prépare ma 5e avec maman ou inchallah tkoun nalt i'jabkom ou inchallah btashji'atkom rah nzid w n'a'mel videohat tkoun ahsan min hayt as-soura w min hayt as-sawt w inchallah tetlaqa i'jabkom bel chi al-mutawadhi' li rahou 'andi. Awalan w qabl kol chi ana ma dartch hadha al-qanat للإشهار، ولا باش نلحق المليون، ولا باش نلحق للألف، ولا باش نلحق. الحمد لله، قال لك البركة في القليل. ماذا بيا إن شاء الله كاع بنائنا وكاع المتتبعين ينجحوا، ونكون تكون عندي برك ولو نعطي ولو القليل من المساعدة. ما راحش نقول لكم أنا راني متفوقة ولا عندي قدرات متميزة في الفرنسية، بالشيء اللي راني اللي نقدر نكتسبه مع ابني واش راني نقري فيه، ان شاء الله ننشر الفيديوهات بكل بساطه واللي نقدروا عليها ان شاء الله نديروها. برك اليوم عندي اقتراح، هذا الاقتراح نشوف لا فريمون كنتم موافقين عليه، اعملوا لي جيم واعملوا لي دي كومونتير هكذا نتوافقوا عليه. بون، هذا الاقتراح هو ماذا؟ هو حبيت ندير بو عندي مجموعه من القصص كما راكم تلاحظوا اون فرونسي، كوم هاد لو شابيتر لا سيكونس لو بروجي 1 راه يتحدث عن الحيوانات، رحت جبت من الارشيف تاع البيت، جبت عندي مجموعه من القصص اللي كنت قريت بهم ولادي من قبل، بناتي من قبل، وعندي ابن راني هاد العام ان شاء الله الخامسه راه يقرا معاكم. قلت لو نعملكم لايف ولا نعمل فيديو ونتفقوا على الوقت المناسب ونقراو ونقرا عليهم قصص، كيما باغ اكزومبل غدوة نبدا لهم لو سانج انتيليجون. قلنا باغ اكزومبل لازم يتعلموا ينصتوا اولا، سورتو هاد القصص مهمين جدا باسكو علاه يتعلم السمع، ومن بعد باش يتعلم ا فورس ا فورس لو بارلي لو لانجاج سورتو لا برونونسياسيون. الوغ نقترح عليكم، عندي مجموعة أخرى من القصص ما جبتهمش، هذو اللي صدتهم على يدي جبتهم. إلى حبيتوا إن شاء الله ابتداء من الغد نتفقوا على موعد ونتفقوا على وقت، وإن شاء الله يكونوا كاع الأطفال قدامكم بلي تابلت ولا بلي تليفون تاعهم ولا بلي لابتوب، نديروا أون ديريكت ونتناقشوا اولا وشنو هي الحاجات اللي راهم محتاجينهم ابنائكم. الدروس بالنسبه للدروس ما تتسرعوش، انا بديت لهم من الصفر، يعني تقدري تقولي من لا كاتريام اني بريمير شغل راني نعاود مراجعه كيما درت درس لو فيرب، نبدا لهم لو نون لي ديتيرمينون لي سوجي، يعني راني راح نروح درجه بدرجه معاهم. وراح نقترح عليكم في كل نهايه فيديو نعملكم اسئله، هذوك الاسئله ما راناش راح نحلوهم انصامبل باش تكونوا على بالكم. كل واحد دابور ديروا دي كايي ابار لهاد الاسئله وهاد لي زيكزارسيس، ندير لكم دي بيتيت اكزارسيس فيهم ثلاثه اربع اسئله يكون شامل على حسب الدرس، وتعملوا لي الاجوبه تحطوها لي تعليق كسوسوا في اليوتيوب كسوسوا في الفيسبوك، تحطوها لي تعليق وهكذا ان شاء الله كاع راح نستفادوا وكاع ان شاء الله مام انا ابني وما نعطيلوش الحله، يعني ما تخافوش راهو واحد من ابنائكم، يعني نكون انا راني جد صارمه في هذا الموضوع، هو يحلو ونحط لكم الحل ونديره لكم على شكل كومنتير
وانتم كاع تحطوا لي الحلول، ان شاء الله هكذا نستفادوا اكثر، وهكذا التلميذ يتحفز باش يتعلم يجاوب، سورتو بور لا كومبريانسيون ايكريت وما شابه يعني اكسيتيرا. بور لي برودكسيون ايكريت ما تسرعوش، لي برودكسيون ايكريت ان شاء الله راني رايحه جو بريبار دي برودكسيون افيك دي بواتا اوتي ونخدموهم انصامبل ونتعلموا كيفاش نركبوا اون برودكسيون فقره بفقره، ما تسرعوش. بون انا الفكره اللي حبيت نوصلها لكم برك هذه تاع المطالعه للفرنسيه، باسكو على بالي جينيرالمون ما راهمش يطالعوا في المنزل، واحد منهم ابني عمره ما يطالع، لو كان ما نحطوش وما نحطلوش القصه ونقعد معاه ونقرا ونعاود ما راحش يستوعب. الوغ اقترحت عليكم هذا الموضوع، وشوفوا ردوا لي الخبر في لي كومونتير وعملوا لي جيم، وقلت لكم ما رانيش نحوس على الشهرة، انا تكفيوني غير نتوما العضوات اللي راني معاهم تكفيوني كما قال الله يجعل فيهم الف بركة.